أهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة عبر مباشرة من الدار البيضاء. معنا السيدة هذه معرفش غادي نقول لكم كيف مشوا في العنوان، هانش عليه العشرة وتخلى عليها درجة لاح حويجة للزنقة، نص لاحو نص باعو. هاد السيدة هذه اللي متزوجة اللي تخلى عليها الزوج ديالها بسبب المخدرات وبسبب الخمر، شردها ولا حل الزنقه لدرجه ولات تشباش حدا العساس. لولا المحسنين اللي تدخلوا وكراو لها واحد البيش لا كانت كارثه غتشرد للزنقه هي ووليداتها. السيده هذه غتعاود لينا القصه ديالها. اسمحوا لينا. السيده هذه غادي تعاود لينا القصه ديالها. هاد السيد هذا كانت معاونه معاه خدامه، لدرجه ولا تيمشي لها الخدمه تيدير لها الشوهه باش يجريو عليها من الخدمه. غتعاود لينا هاد القصه هذه لا العبره لا لا. شحال وانت مزوجه؟ 2007. 2007 حتى لدابا. عشت المعاناه، عشت المعاناه من 2007 وانا عايشه المعاناه. 15 سنه. 15 سنة ديال الزواج قبل ما نولد ولادي مع عايشة مع المعاناة وصبرت. علاش صبرت؟ صبرت وبنيت العش ديالي، بنيت داري نوقفوا معاه من هنا من هنا، خلاني تبني داري وقديتها وهدمها في دقيقة ما فاتهاش، دقيقة وحدة ما فاتهاش، ضحك فيا كاع اللي سوا واللي ما يسواش. هادشي واش بسبب مخدرات ولا شوفي باش سبب مخدرات بالدارجه ما بقاوش يمشيو للغربات، واش هو مبلي ولا فاسد؟ بجوجهم، بجوجهم كاينين، ولكن البلي اكثر من الفساد. لدرجه عطينا 2.5 مليون ربح بها 5 المليون، بانت لي عوحده في المشروع طب عليها وتم جاي عندنا. مشى عندها كملها وتم جاي عندنا حنايا. ملي كنعطيو الفلوس كيعمر جيبو كيبانو لي غير ناس اخرين. وانتوما اللي ضاربين تماره ولا شي حاجه؟ ما كاين والو، كاين والو، ماشي مع والو. ورغم ذلك وصبرت وما قلنا ما كاين مشكل، دابا ربي يعفو عليك. يجوا الناس كيقول لي خلي راه كانوا شي ناس وكا راه عفي علي الله. رغم ذلك خلاني تبنيت وقاديت وهدم ليا، ضحك فيا اللي غادي واللي جاي، ما بقيتش قاده نهز راسي في الحي محمدي. عاودي لي على ديك الليله السوداء اللي غادي. هذيك الليله مسخوطه الصقعه. مشى جاب جوج ميكات ديال الشراب، قال لي اليوم اليوم روح غدا طيح. يا ودي سير في حالاتك. ضربنا ضربنا، خرجنا بتنا عند العساس. ما تكوني عيط للبوليس، جا عندي كوميسير قال لي بتيرا بنتي ديري شكايه عند وكيل مالك. مشيت درت شكايه عند وكيل مالك، ملي رجعت لقيتو دخوا الدار. عيطوا لي من الدار قال لي صافي راجلك خدا التصبيق وهز الحوايج دا كلشي دا كلشي خلاك خلاني والو. قال لي ماني الدار ما بقيتش تسالي شي حاجه، انا هو اللي محطوط في كونطرا. خرجت للشارع شهرين وانا من عند واحد لواحد لواحد تجمعوا لي الناس، وجيت كريت هاد البيت والو لا تحصيره ما عنديش. هاد السيد هذا 2007 و جيتي تعذبي وانا كنتعذب وكنعيش في كنشوف العذاب هكاك بعينيا وصابره ما عرفتش علاش. تجيبوا لي باش الراس الراس احسن من الراس العادي. لا لا من الاحسن بحال هاد السيد، اللهم تعري راسك. ودابا اللي كيبقى فيا مبقاش فيا انا راسي، بقاو فيا وليداتي صابحين كيبكي وما لاقيش الكتوبه. لدرجه انك وصلتي معاه لطلاق اتفاقي باش تكون القرار. مشيت خدمت، ملي خدمت كنلقى بارك ليا عاد خدمه يقول لي الا ما درتيش معايا طلاق اتفاقي غندخل نشوك عاد مول الخدمه. ما كان بغيش المره الاولى ما بغيت كيدخل يشوهني عاد مول الخدمه، قال لي الشوه المنقوش على الصباح. بدلت خرجني داك السيد مول الخدمه قال لي تبقيش خدامي عندي عندك مشاكل. دخل خدمت حدا في الوريضه لدرجه لقيته واقف ليا تم، قلت لك ديري معايا طلاق اتفاقي ولا غندخل ندير لك الشوه. كيعرف خدمتي عزيزه عليا وليت كنصور فيها طريف الخبز. مشيت قلت لي انا اللي غتخرج لي على خدمتي اللهم نمشي نطلق احسن. مع العلم ان هذيك الخدمه راه تصاحبي مشيت مشيت درت طلاق اتفاقي معاه، ولكن القانون ما سمحش لي على الدراري. ضروري النفقه ديال الوليدات خاصني. تعطلت في الجلسه، تعطلت في الجلسه جيت لقيتهم دخلوا وحده في بلاصه. انا بقيت كندور دابا من خدمه لخدمه، لا خدمه مول الكرا واقف عليا
لا راجل مقود لا والو حتى شي حاجه، ما عندي خوت، ما عندي دارنا، ما عندي حتى شي حاجه. امي كبيره راه جالسه عند الناس. الوليدات انت باش تشوفي فيهم شي ضيعوا قدام عينيك وما راقيين بالديري. ما عرفتش كاين الناس عندهم خوتهم كيوقفوا معاهم عندهم ديور، راه ما عندي الا الله سبحانه وتعالى. راه ما اتجهت لكم اخويا حتى ربي اللي العالم بيا. 15 عام ديال الزواج السيد ما دارش من هاد العشره. لا والو لا والو لا والو. دخلوا الناس، دخلت اختو داك الشيء، ملي كيدخلوا كيخرج كيعاود يبدل وجهه. تدوي معاه على ما بقاش قادر على المسؤوليه، جاتو مسؤوليه صعيبه. علاش قادر؟ على المشاكل وتشتات. قلت لي لها هدمتي في دقيقه، خاصك ثاني تعاود تجمع. تبني انت اللي هدمتي ماشي انا. ما بقى قاد على والو، قاد على حتى شي حاجه، لدرجه انا هزك انا كنت جالسه في داري هزه كريديات وعطيتهم لي باش يبيع ويشري، خلاهم لاصقين لي انا في داري. واحلين فيا تا هما. اش غندير؟ يلا ما حيلتي دابا الكريديات، ما حيلتي للدراري، ما حيلتي للزنقه اللي عشت فيها شهرين. واش هاد السيد هذا واش ما عندوش قلب؟ الا ما عندوش قلب حقرني. انت قال ما عندها لا خوتها لا دارهم لا بوها ميت لا كلشي. حقرني يعني حقرني. قالوا راه في الصف ديالك. حقرني لا حسيت بالحقره. حقره حيت انت دابا هو بتهزك وانت سمحتي في حقك. يعني لاحني بوليداتي للشارع راه حقرني. وعارفني اش ما عنديش خوت اللي غنمشي عندهم، ما عندي دارنا، ما عندي امي غير 76 عام كانت عندها بنتها راه ماتت اللي كتهزها. تيقول دابا غنجري عليها بعدا فين غتمشي غدور وترجع عليا. ترجع عليا. لا ذاك النهار عمره ما يكون. شحال دابا باش فرق؟ عانيت بزاف. عام. عام دابا. عام وطلعت في العام الثاني. باش يجي عندك ما تشوفيه ما والو. اللي كيلقاها قدام حكا قدام هذا. خدمه قدام الخدمه. نتلاقى لا صافي دابا بيناتنا المحكمه عندي نهار 20 صافي ناخذ ورقتي صافي بعد الله يعاوننا ويعاونوا صافي. والنفقه ديال الولاد راه تابعه. والوليدات دابا تيصرف عليهم وتيصرفش عليهم. كيصرفش عليهم هذا هو المشكل اللي جينا نصرفوا. مره ما كيصرفش عليهم راه الله اللي عالم بيهم، مره واكلين مره ما واكلينش. دابا الدخله ديالهم دراسه العائله ديالهم ما تيدخلوش. انا دخلت ندرس انا باقي دابا مخلصين ما هو مابقاوش يمشيو. قلت ما رضيناش قدام صحابنا وعندهم باهم كون عميت نقول راه ميت بصح راه حشومه. راه عارفني انا ما عندي لا حنين لا رحيم الا ديك الخدمه اللي تنخدم خرج عليا منها. هذه ماشي بالعواد الرجال اللي خلاو على عيالاتهم وعلى وليداتهم. ما عمرني شفت بحال السيف ديالو. ولو يكون المشكل بينك وبينه وانت تتبقاي مرتو كاين الطلاق وكاين ولكن الوليدات. واش درجات العيد بقات يوم العيد قال لي انا غادي نشري للدراري العيد، في الاخر قال لي انا غادي نعيد مع خوتي ما نعيدش معاك انت ما نعيش لولادي. رجع من الدار مسكين بقيت فيه قال لي قالوا لي الجيران المراه راه غتخرج يا وليداتها بلا عيد. مشى مسكين شرا لي خروف. هو اللي شراه؟ اه خلص والله خشي. حنا درنا دابا هذا اللايف على اساس هذه القصه غير عبره ماشي غير فرجه. خوتي المغاربه تتمنى باش السيده هادي ما تخلاوش على هاد السيده. دابا دارش هاد الفيديو ماشي على اساس باش تسعى ولا باش تطلب ولا باعت وجهها ولا الدم ديال وجهها. هاد السيده دايره هاد اللايف هذا مسكينه على اساس باش تقري وليداتها. بغات شي بوحسين يعيط شي بوحسين يتكلف بدوك الوليدات بحال غيقري وليداتو فان الله لا يضيع اجر المحسنين. خوتي المغاربه حنا من عويدنا ما تصوروش بزاف هاد الحالات الانسانيه ولهذا هاد السيده عيطت لينا ودبينا الطلب ديالها. تعاونوا معها خوتي المغاربه، حاولوا تعاونوا معها، حاولوا باش ما تخلوش عليها لان عندها وليدات ووليدات باقي محتاجين الدراسه ديالهم محتاجين المدرسه. خوتي المغاربه غادي نحاول باش نخلي لكم النمره ديال هاد السيده هادي. نخلي لكم النمره ديال السيده. النمره ديال السيده 06 بلاتي بقاو معايا خوتي المغاربه 06 69 بلاتي خوتي المغاربه 1 خوتي المغاربه بقاو معنا نجبدو غير النمره ديال السيده. قولي لي النمره. راجع عائشه. عائشه قولي النمره.
قولي 06-69-01 09-61 06-69-01-09 تنتمناو باش ما تبخلوش على هاد السيد هادي، متبعي ومشاهدي جلالة شعب بير، نستودعكم الله في مباشر آخر إن شاء الله.